السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ديولو بترفع المودل بتاعك وبعد كده تقدر تكتب كومنتات. يعني ممكن اقول له هنا اد كومنت واروح ضايف كومنت مثلا في النقطة ديت. تمام، هنا بيقول لي انت عليك كومنتين بس في النسخة التجريبية، فانا هلغي الكومنتات اللي انا كنت عاملها قبل كده. ديليت ديليت. تمام، اقول له انا عايز اضيف كومنت اهوت. تمام، واكتب اسم الكومنت، واقدر اعمل اتاش لاي حاجه انا عايزها، يعني اتاش مثلا للوكس روح اهوت، او اتاش لصوره، او اتاش لاي حاجه. تمام، واقول له سيف للكومنت، بحس ان انا شفت مثلا حاجه غلط فببدا احط كومنت، اقول الكومنت كمان اهوت. تمام، وادي له الاسم بتاعه، وده ريكورد بالكومنتات اللي موجوده، وده الفيد. تمام، تقدر بعد كده تضيف فيو معين لو انت عايز. ممكن تقول له انا عايز بقى ابدا اشوف كومنتات وتقلب من هنا، ده كومنت رقم 4، ده كومنت رقم 5، وهكذا. لو موجودين في اكتر مكان بيبدا يروح للكومنتات دي، بحيث تقدر تشوفها وتقدر تشوف الحاجات المشاكل وتصلحها.